واللي فيها برضو بعض السلبيات، واللي البعض اعتقد أو البعض بيرى وانتقده وصدرت عقوبات ضد نادي الزمالك بسبب طبعا إخفاء الكرات في الدقائق الأخيرة لمباراة القمة. وإمبارح كان في تصريحات مهمة للدكتور وليد دابس رئيس نادي مودرن فيوتشر حول هذه السلبية، وفجر مفاجأة مهمة جدا ان الواقعة دي مش لأول مرة تحدث في مباراة القمة، ولكن حدثت ايضا في مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية، واللي صعد من خلالها نادي الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية. معايا على